توقف إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. الحمد لله، نحمده أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. نحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونتوب إليك توبة التائبين، ونسألك النجاة من النار يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحانه لا تضره معصية العاصين، ولا تغنيه طاعة الطائعين، ولا يحتاج لأحد من المخلوقين. هو الغني والكل إليه فقير، هو القوي والكل إليه ضعيف. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالحق هادياً ومبشراً ونذيراً، وأرسله على فترة من الرسل. يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، السنة هي الطريقة، سواء كانت طريقة محمودة أو طريقة مذمومة. والسنة في الإسلام تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي السنة الحسنة. فسنة النبي هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو سنة. فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا القول الذي يقوله سنة. وإذا قال الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو كذا، فهذه سنة. وإذا قال الصحابي كنا حول رسول الله أو بين يدي رسول الله وكان يحدث كذا وكذا،
فهذا تقرير من النبي على صحة ما فعله الصحابة، وهذه سنة أيضا. وردت كلمة السنة في القرآن كثيرا، حتى قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع. كأنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ساق إليه قصصا وحديثا عن الأنبياء، جمعهم في قوله: أولئك الذين هدى الله، أي هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل هم الذين هداهم الله وهدى بهم، فبهداه مقتده يا محمد صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل توقف تمام الإيمان وكماله وقبوله على الاتباع والاقتداء والارتضاء بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يقبل إيمانك ولا يقبل إيمانك حتى ترتضي بسنة النبي وبحكم النبي وبهدي النبي. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل إن الله سبحانه وتعالى حذرنا عن مخالفة أمر رسول الله وهدي رسول الله. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن في مخالفة رسول الله في أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم وقوع الفتن الكثيرة ونزول العذاب والهلاك بالناس لبعدهم عن هدي رسول الله. ولا عجب، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما كانوا معه في غزوة أحد ورسم لهم الخطة الحربية المحكمة اللائقة بموقع الحرب، أمر فريقا منهم أن يقف أعلى الجبل ولا ينزل حتى يكون لهم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغيروا أماكنهم. كانت المعركة حاسمة واشتد القتال والعراك، وكان النصر حليفا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتصروا واندحر العدو وفر هاربا. ولما رأى الرماح الذين هم فوق سفح الجبل انتهت الحرب، نزلوا وشاركوا من يجمعون الغنائم والأموال، ورآهم جيش المشركين ورأى أن الجبل قد تعرى وصار خاليا، فعلموا أن القوم شغلوا بمتاع الدنيا، فجاءوهم وارتدوا عليهم وانقضوا من خلف الجبل، وكان قد تقهقر جيش الإسلام
وتفرقت جموعه وأشيع في القوم مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خارت روحهم المعنوية وضعفت إرادتهم وتشرذم حالهم، وضاع النصر، وكان سر ذلك هو مخالفة أمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك بمن يخالف الأوامر كلها أو يخالف بعضها إذا كان النصر قد ضاع وتحول إلى هزيمة بسبب مخالفة أمر؟ فما بالنا بمن يضيع أكثر من أمر؟ لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمراد بالأمر هنا هو أمر رسول الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، السنة هي لفظا من عند رسول الله لكنها معنى من الله، كما أن القرآن لفظا ونطقا وحرفا من عند الله، فالسنة كذلك من عند الله معنى، إلا أن لفظها هو ما كان بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد سئل رسول الله: أنكتب جميع ما يصدر عنك يا رسول الله؟ هو كان في أول الأمر قد نهاهم عن كتابة السنة حرصا على قدسية كتاب الله، وأنه لا كتاب يكتب بعد كتاب الله، وكان يحرص على ألا تختلط الكتب وتتشابه مع كتاب الله، ويحرص على ألا تتشابه أمته بأمم قد سبقت وهلكت وقد غيرت وبدلت وحرفت في كتبها. فنهاهم في بادئ الأمر إلى أن أذن الله له أن يأمرهم بكتابة السنة، فقال له سيدنا عبد الله بن عمر: يا رسول الله، أكتب كل ما يصدر عنك؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، أكتب كل ما يصدر عنك في الرضا والغضب؟ حتى في غضبك أكتب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي بعث محمدا بالحق ما يخرج من بين الثنايا إلا وحي، أي ما يخرج من بين فكي وينطق به لساني إلا وحي من عند الله. أيها الأحبة، السنة تفسر القرآن، وجاء ذلك في أحاديث كثيرة. فمثلا قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال القوم: يا رسول الله، الكتاب نعرفه، فما الحكمة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي السنة. وخاطب الله أزواج النبي في قوله تعالى: واذكرن ما تتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وتقصد بالحكمة هي كلام النبي، فهو مع أزواجه وفي بيته يعلمهم ويوجههم. وقال تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سئل
عن قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ ليس فينا من أحد إلا ويظلم نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأي قول الله تعالى على لسان لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هنا يا عائشة هو الظلم العظيم، أو قال: والظلم هنا يا عائشة هو الشرك بالله. فكانت السنة مفسرة للقرآن. كذلك عندما أمر الله تعالى بقطع يد السارق، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم، لم يوضح القرآن من أين تقطع اليد. أتقطع من الرسغ أم من المرفق أم من العضد؟ وجاءت السنة وفسرت وبينت من أين تقطع يد السارق. كذلك قام رجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا نعمل إلا بما في القرآن، ولا نطبق إلا بما في القرآن. فغضب صحابي يقال له عمران بن حصين، ثم قال: يا هذا، من أين علمت وعرفت أن الزهر أربعا القراءة فيها سرية وليست جهرية؟ أليس من السنة؟ من أين علمت أن العصر أربعا القراءة فيها سرية وليست جهرية؟ أليس من السنة؟ ألم يقل النبي: ألا تصلون؟ صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يا هذا، من أين علمنا مقادير الزكاة في الذهب والثمار والإبل والبقر والغنم؟ أليس ذلك في السنة؟ تحدث القرآن عن الصلاة مجملة، وجاءت السنة وفسرتها ووضحتها، فعلمنا أن الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والصبح ركعتين والعشاء أربعا. عرفنا ذلك من السنة. كذلك مقادير الزكاة عرفناها من السنة. وهنا قال الصحابي للرجل: لقد غبتم وشهدنا، أي لم تكونوا وقت نزول الوحي على رسول الله، وكنتم غائبين، ونحن شهدنا الوحي وآمنا به ونحن على ذلك من الشاهدين. قال الرجل: أحييت قلبي أحياك الله، ألا تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن يكثر فيه الروابط وأهل السفاهة وأهل الجهل ومرضى الشهرة، ولا حيلة لهم ولا طريقة لهم للوصول إلى الشهرة الزائفة إلا بالطعن في سنة رسول الله، أو النيل من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم لا يجرؤون على سب حاكم ولا نقد سلطان، إنهم لا يجرؤون على النيل من عرض شخص في الدنيا، يهابون
ويخافونه، لكنهم لمرض قلوبهم وضعف إيمانهم تجرعوا لينكروا سنة رسول الله ويطعنوا في سيرة ونساء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم وقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان يجلس على أريكته ثم يقول: دونكم هذا كتاب الله تعالى، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وما غيره فدعوه واتركوه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي بهذا عن هؤلاء الحمقى، عن هؤلاء السفهاء. والعجيب أنك تجد لهم قنوات إعلامية وفضائيات ورجال أعمال يدعمونهم ودول تساندهم وتساعدهم، وكأن الدين عندنا سلعة رخيصة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. أيها الأحبة، هناك أمور سكت القرآن عنها وتحدثت عنها السنة. فمثلا جاء في تحريم الزواج: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم، وإلى آخر الآيات. ولم يتحدث القرآن عن حرمة الجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، وجاء ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ولماذا؟ حرصا على صلة الرحم، فإن المرأة إذا كانت ضرة لعمتها أو لخالتها تتقطع بهم أواصل الرحمة وتنقطع بهم سبل التراحم، فلذلك جاءت السنة وحرمت هذا. كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وحرم صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة، وحرم نكاح الشغار، وحرم صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، أي الطيور من الحيوانات المفترسة، وكل ذي مخلب من الطير، الطيور الجارحة. لماذا؟ لأن الإنسان يتكون سلوكه مما يأكله وما يشربه، فيكون بأخلاق السبع إذا أكل لحم السبع، وبأخلاق الكلب إذا أكل لحم الكلب، وبأخلاق الذئب وسلوكه إذا أكل لحم الذئب. فلذلك حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نكون حيوانات مفترسة ولا بسلوك الطيور الجارحة، ويصير المجتمع كأنه غابة حيوانية اختلطت بين الحيوان والإنسان. كذلك جاء في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. وتشكك بعض الملاحدة وبعض المستشرقين وعلماء الأمريكان
في صحة هذا الكلام، ثم عمدوا إلى تحليل لعاب الكلب وأدخلوه في معامل وأقاموا عليه الفحوصات، وثبت لهم أن هناك جرثومة أو كائنا حيا في لعاب الكلب لا يموت ولا يقتل إلا بالتراب، ليثبت بذلك صحة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها ثم يخرجها ولينقي بها. وتشككوا أيضا، هذا كلام لا يقبله العقل وترفضه الفطرة الإنسانية ويعباه الذوق والإتيكيت. هؤلاء المشككون يملؤون فضائياتنا ويملؤون بأكاذيبهم مسامعنا ويدخلون الكلام ليفسدون العقائد علينا. كيف يقول هذا النبي وهو العاقل الحكيم الذي لا ينطق عن الهوى؟ وعمد هؤلاء الأمريكان وغيرهم إلى الذبابة ثم وضعوها في إناء فيه طعام وشراب، ثم أخرجوها بعدما غمسوها فوجدوا أن في إحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء. سبحان من خلق هذا ومن أنطق لسان حبيبه محمدا بهذا. السنة هي مشكاة نور ومصباح هداية جاءت من عند الله وبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث السنة كثيرة، يسكت القرآن عن أشياء فتأتي السنة فتوضحها وتبينها وتبين غامضها. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث في القرآن مقرونات بثلاث، أي ثلاث آيات بها ثلاثة أوامر مقرونات بأوامر ثلاث أخرى. ثم قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي إن طاعة الله سبحانه وتعالى ناقصة إذا لم تأتي بعدها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فربط الله كذلك بين الصلاة والزكاة، فمن أقام الصلاة وجحد الزكاة فإيمانه ناقص، بل إيمانه لم يكتمل ولم يرفع قيد أنملة فوق رأسه. قال تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ثم ربط الله تعالى شكر الوالدين بشكر الله عندما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Thank you.
الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على عباده الطيبين الطاهرين الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، إذا كانت سنة النبي وسيرة النبي وأفعال النبي وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم هي لنا أسوة ونبراس، فالإيمان بها واجب، والعمل بها واجب، ومخالفتها فيها عذاب أليم وغضب شديد من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك لكل إنسان فينا سنة، فقد يسن المرء سنة يقتدي به فيها آخرون، وقد تكون هذه السنة حسنة أو سيئة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده. وفي رواية: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالذي يصلي قيام الليل ويقتدي به أهله فله أجره ولهم أجرهم، والذي يتعود أن يطعم حلالا ولا يدخل على أهله حراما فكذلك له أجره وأجر من قلده واتبعه، وكذلك الذي يخلص في عمله أيا كان، سواء كان طبيبا أو مدرسا أو مهندسا أو مقاولا أو تاجرا ويقلده غيره، فله أجره وأجرهم جميعا إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة، كأن علم غيره كيف يزني أو كيف يرتشي أو كيف يأكل الحرام أو كيف يظلم الناس، فعندما يفعل هذا ويستن به غيره أي يقلده غيره فهذه سنة سيئة، سنة مرذولة يحمل وزرها ووزر من قلده فيها وأحياها إلى يوم القيامة، رغم أنها في المعصية، إلا أنه يحمل الوزر وأوزار جميع من تبعه وقلده إلى يوم القيامة. فعلى المرء أن يكون قدوة في الخير وأن يكون مغلاقا للشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير وجعله الله مغلاقا للشر. فما أهنأ أيها الأحبة على كل إنسان أن يحرص على سنته وأن يحافظ عليها وأن لا يقلد أو يتبع الشيعة الروافض على اختلاف فرقهم وطوائفهم، فهم قد عطلوا سنة النبي وأحاديث النبي ومجدوا أئمتهم بل ألهوهم وعظموهم وكادوا أن يعبدونهم من دون الله، وهم بذلك يحملون أوزارا قائمة إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا اتباعا لسنة رسوله وتمسكا بهدي رسوله واقتداءا برسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم متعنا بأسماعنا، ومتعنا بأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين. اللهم وحد الكلمة الإسلامية، وارفع الراية الإيمانية، وانصر الأمة المحمدية. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، الذين هم تحيتهم فيها سلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. توقوا إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.